اخر خبر معانا واخر منشط معانا في حلقتنا النهارده، السيده نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس اداره صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي. صندوق مكافحه الادمان يشارك في المؤتمر السنوي لجامعه حلوان تحت عنوان دعم المبادرات الرئاسيه في ضوء رؤيه مصر 2030. مدير صندوق مكافحه الادمان يستعرض جهود التوعيه لوقايه الشباب من تعاطي المخدرات بالمناطق المطوره بديله العشوائيات وتوفير الخدمات العلاجيه للمرضى مجانا وفقا للمعايير الدوليه، تنفيذ زيارات منزليه لتوعيه الاسر باليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وحمايه الشباب من الادمان، افتتاح 6 عيادات لصندوق مكافحه الادمان وتقديم الخدمات العلاجيه ل 18,000 مريض ادمان جديد ومتابعه مجانا وفي سريه تامه بالمناطق المطوره والمناطق المجاوره على مدار عام. هنروح مع حضراتكم لتقرير من محافظة الوادي الجديد خاص بآراء المواطنين في الأحزاب السياسية ودورها خلال المرحلة المقبلة مع الزميل خالد عز الدين، وبنرجع مرة تانية متواصلين معكم. ويسبقاتيو الأحزاب السياسية هي الباب الرسمي لممارسة العمل السياسي على مستوى البلاد في شتى أنحاء العالم. كاميرا قناة طيبة رصدت آراء المواطنين في محافظة الوادي الجديد حول الأحزاب السياسية ودورها وأهميتها. أولا الأحزاب السياسية المفروض أن هي إيد بإيد مع الحكومة، أن هي أولا بتبقى جوه المجتمعات، هي اللي أدرى بالمجتمع بالناس، ممكن اللي هي بتوصل صوت المواطن للقيادات العليا بحيث ان يبقى الاثنين مندمجين مع بعض. طب انت شايفة ان في احزاب سياسية موجودة في مصر فعلا وتعرف عددها ولا ما عندكش فكرة؟ لا، هو انا اعرف ان في، بس عددها طبعا ما اعرفش. طب ايه الاسماء الاحزاب اللي انت فاكراها في دماغك؟ حزب مستقبل وطن، وحزب مصر الحديثة، وحزب الوفد، تقريبا الأحرار. تمام، دول اللي انت فاكراهم؟ دول اللي انا فاكراهم يعني. لو اتكلمنا عن المشاركة السياسية ودور الأحزاب خلال الفترة اللي جاية، ايه اللي ممكن تعمله؟ ممكن تقولي الأحزاب المفروض ان هي بتبدأ تعمل توعية بالنسبة نقول للشباب، لأن يمكن إحنا الحياة السياسية العمر عرفنا إيه يعني حياة سياسية، يعني إيه سياسة، أما بالنسبة للشاب اللي لسه طالع ما يعرفش يعني إيه سياسة، ما يعرفش يعني إيه حزب، ما يعرفش يعني إيه فيما بعد انتخابات. الأحزاب السياسية في مصر متعددة وكثيرة، ماشي، في منها اللي هو ظاهر على الصعيد خلالك معايا ومشارك في المجتمع، وفيه اللي هو يعتبر جثة خاملة في المجتمع، ملوش هدف وملوش تواجد، ما فيش عمل معاه، مجرد بس اسمه خلاص. طبعا مش هنذكر اسماء، ولكن فيه اللي ظهر على الصعيد حاليا أحزاب معينة، يعتبر 3 أو 4 أحزاب اللي هم مظهرين دول بيأدوا عملهم يعني على أكمل وجه. الشغل بتاعهم واضح، عملهم داخل الجمهورية ظاهر مع الناس كلها، مش ما هوش زي أحزاب تانية إن هو معتمد على كرتونة، معتمد يعني على أشياء بسيطة جدا اللي هو ممكن تساعد المواطن البسيط خالص، لكن هي مش ده الهدف بتاع الأحزاب. الأحزاب ده هدفها أقوى من كده وأكبر من كده. الحزب لازم يكون مشارك في جميع مجالات الحياة، في السياسات وخارج السياسات، في المجتمع المحلي ومجتمع الدولي وهكذا، لكن يكون يقتصر الحزب على حاجة بسيطة جدا أو حاجة أو مسمى بس وخلاص، إن الأحزاب ما ينفعش. ولذلك يا ريت نتمنى في المستقبل إن يكون عدد الأحزاب قليل جدا جدا. احنا تعالى نتكلم بأرض الواقع، يعني مش هنتكلم بقى بلغة الأرقام إن احنا عندنا كام و40 حزب وكام و50 حزب، لا، احنا نتكلم على أحزاب في الفترة دي المفروض احنا في تكاتف مع الأحزاب مع بعضها البعض لكي نظهر المجتمع المصري ونعمل على بناء المجتمع المصري ونواجه جميع التحديات. يمكن أنا بدعو جميع المشاركة السياسية من خلال الأحزاب داخل جمهورية مصر العربية وعلى أرض المحافظة، لابد أن يكون هناك مشاركة سياسية للأحزاب. يمكن الأحزاب عندنا مجموعة من الأحزاب على أرض المحافظة، احنا في أحزاب نشطة وفي أحزاب غير موجودة على الإطلاق على أرض الواقع، لذلك ندعو من خلال
التلفزيون المصري ومن خلال جميع وسائل الإعلام أن احنا ندعو جميع الأحزاب التكاتف والعمل على بناء الدولة المصرية الحديثة ومواجهة جميع التحديات الخارجية والداخلية في بناء المجتمع الصحيح نحو المشاركة السياسية. كلنا انسان، كلنا مجتمع واحد، كلنا وطن واحد. وانا رايي بقى ان المفروض ان ال 80 حزب واكثر لو ان هم بقوا يعني انضم المجموعه دي في حزبين او ثلاثه تكون معروف كل توجهاتهم اكثر، ويكون يعني من خلال ان الشباب يقدروا يعرفوا هم ينضموا لايه، يشاركوا في ايه، يعني ده يكون متهيألي افضل. انت ما ضمتيش ليه الحزب؟ لا، انا شايفه ان دوري هيكون واضح اكثر في من الناحيه التعليميه، ان الجانب التوعوي والجانب التثقيفي كأنا جمعة وسيط من وسائل التنشئة الاجتماعية وبالتالي التنشئة السياسية للشباب برضو. أيضا المطلوب من الأحزاب كل مرحلة أن يتكاتفوا ويتعاونوا عشان يبقى في فكر واحد وفي اتجاهات واحدة عشان تساعد على تحقيق التنمية وتحقيق التنمية المستدامة وجهود الدولة من أجل مكافحة كل المظاهر العنف والفساد والدعم الشباب والتوعية والتثقيف بأهمية المشاركة السياسية والعمل السياسي والتطوعي للشباب ولكل طوائف المجتمع. الدولة المصرية فيها ما يفوق على عدد 80 حزب، وكلهم احزاب سياسيه وكلهم ليهم دور فعال وكلهم بيحاولوا يشاركوا في النهضه والمشروعات التنمويه والبناء الاقتصادي اللي بيتم على ارض الدوله المصريه. مش اشتركتش ليه في الاحزاب؟ مش موضوع ما اشتركتش، هو موضوع اللي يعني هو الاحزاب عامه يعني بيبقى ليها دور، يعني هو مش دور سياسي بس، لا هو بيبقى ليها دور توعوي، دور تنموي، دور اقتصادي. هو المشاركه مش بالاجبار، هو بيبقى على حسب رغبه الناس، هل مثلا حابه تشارك ولا لا. يعني ولازم مثلا تحديدا اللي بيشارك في اي حزب سياسي وكده لازم يكون عن اقتناع، يعني مثلا يكون داخل حزب الأفان عشان يشتغل، علشان يثبت وجوده، مش علشان يظهر او كده او ياخد لقطه، لا طبعا بالعكس. لان المطلوب خلال الفتره الجايه من الاحزاب السياسيه، المطلوب الفتره الجايه خلال الاحزاب السياسيه ان هي تعمل ندوات ودورات يكون فيها جانب توعوي خالص بالذات لفئه الشباب، تعرفهم يعني ايه دوله، يعني ايه انتخابات، يعني ايه مشروعات قوميه، يعني ايه بنيه تحتيه، يعني امن قومي، تعرفهم يعني في ظل الاحداث اللي البلاد بتمر بيها دلوقتي. لا لازم يكون في دور توعوي ودور تنموي بجانب الدور التنموي والجانب الاساسي اللي هو الدور السياسي. طبعا دور الاحزاب السياسيه الفتره القادمه المفروض ان احنا لازم ننزل على ارض الواقع، للي عمل ميدان على ارض الواقع في النزول للشارع، لكي مثلا نوضح للناس دورهم ودور الفتره المهمه القادمه لمصر والاحداث الجاريه. طبعا احنا عندنا الانتخابات وعندنا عمل مهم جدا اللي هو العمل الوطني، لازم نشارك ولازم نوضح دورنا احنا كاحزاب على ارض الواقع، لازم نبقى موجودين في الشارع ولازم نعمل حملات توعيه بدور اكبر من اللي موجود دلوقتي. العديد من اهالي الوادي الجديد اكدوا على اهميه تواجد الاحزاب السياسيه نظرا لدورها في تحقيق التنميه ورفع الوعي السياسي لافراد المجتمع والعمل على النهوض بالأفكار البناءة التي تؤسس لتكوين أجيال لديهم الملكة ولديهم القيادة سياسيا اقتصاديا واجتماعيا. من الوادي الجديد رصد لكم آراء المواطنين خالد عز الدين لقناة طيبة.